بسم الله الرحمن الرحيم. الله صل على محمد وآل محمد. بعد فرائكم
وبأسمائك التي ملأت أرقال كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور مجدك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل الركام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحدث الدار اللهم اغفر لي الذنوب التي تفتح الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطية أخطأته فردغارا خدايا يمنع ونستغفر أكبر خدايا تنسي بنا بخجي ونسيت نبنى عذاب جنس الغسر خدایا یم گنا سبب چه بلا تمن بلا این ایزم چه گزار خدایا تم سری گنا بکر چه و سد نعمت تبدیل چه گزار خدایا خدایا پروردگارا تم سری گنا بکر چه و سد نعمت دعا خدا را سوی دم گناه بکرد مزم سوانجام دید اللهم اینی اتکرب الیک بذکر و استشفع بک الى نفسک وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاطئ متذلل خاشع متضرع وتجعلني بقسمك راضيا قانا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم أسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وأدمى في ما عندك ركبته اللهم أدمى سلطانه وعلى مكانك وكفي مكروه وظهر أمرك وغلب كهرك وجرت قدرتك فلا اللهم لا أجد لذنوبي غفرا ولا لك باعيا
يصبح للحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلوى أكلته وكم من مقدار مكيتا وكم من مكروه دفعتا وكم من ثناء جميل لست على الله نشرتا. اللهم أغنى بلائي وأفرت بي سوء حالي وكسر وقعدت بي أجلالي وحبسني والنفي بعد أمالي وقد أتلت الدنيا بغرورها ونفسي بجيادتها ومتالي. يا سيدي وفعالي ولا تفتحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملته في غلباتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريتي وجولتي وكثرة شهواتي وغبغت الأقدار بسني غفلة خدايا خدايا بسبب المغزى سبحان الغنم خدايا خدايا تو غناه تشكر تشكو جان خدايا خدايا تو سب محمد و آل محمد فدای خلوت از مزمین دونیم گنا جان دید خدا را تو سری گنا بکن. اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عجوفا. إلهي ومولاي وربي من لي غيرك. إلهي وربي من لي غيرك. إلهي وربي من لي غيرك. إلهي خدایا کاج چلر ابلیس مغسان توب کرا خدایا بزر طلب دار خدایا الهی و ربی من غیرک اسألوك اشفى صبري والنظر في امري الهي ومولاي
أتيت علي حكما اتبعت فيه أبا نفسي فلما اهتدت فيه من تزي عدوي فغرني بما أبى وأسأله على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك البعد حدوده وخالفت بعض أوامره فلك الحمد علي في جميع ظالمه ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء وألزم لي حكمك وبلاء وقد آتيتك يا إلهي بعد تكسيري وإسرافي على نفسي معتزلا لا تبان منكسرا مستقيلا معتذرا لا تبان منكسرا مستغفرا مكرا مذعنا معترفا بعد اخلا که انجام دیگس به خدای آور یا شر شد خدای معتدر نارا خدای آور چه ندارد خدای معتدر نارا من کسر مستقیلا خدای آور مجید و یا فرمون خدای خدایا فرمای تو جز اگر استغفار کرمی خدایا مستقیلم مستغفرم مریبا مجز استغفار یسان بسیتر و مغفرت یسان مضعنم معترفم لا اجد مفرم لما کان منی ولا مفزانا توجه الي في امري غير ان تقول عذري واعتقالك يا في ساعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وصافي يا رب رزاق بدني يا رب رزاق بدني يا رب رزاق بدني يا ودكت جلدي ودكت عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتضاء كرمي وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أترى بعد توحيدك بعد أن توامينك الكيل معرفتك ولهد بلساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي وتراي قاضا لربوبيتك هيهات أو تبعد من أدليته
سندم إلى الغلال من كفيتم ورحمت فليت الشيء سيدي وإلهي ومولاي أتسلت النار على وجوه خفت لدمت كالصادة فعلى ألسن نتغل بتوحيدك صادقة وبشكرك نمدحها وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محقك وعلى ضمائر حبت من العلم حتى صارت قاشا وعلى جوارح سألت إلى أوتار تعبدك طائعا فأشارت باستغفارك مذعنا يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم خدا وأنت تعلم ضعفي عن كثير من بلاء الدنيا وطوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروح كليل مكسور يسير بقاء قصير مدته فكيف احتمالي البلاء كلام لا يا بلاي كثير قلب برداشت رزقنا يا تجيب بلاء يا بس بلاء انا نزل الدار خدايا روز مرة مشكلات ازمة كرمزار خدايا فكيف احتمالي البلايا الاخرى متى بجد وقوع المكاره في دعاه وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن اهله لانه لا يكون الا عن غضبك وارتكابك لأي الأمور إليك أشكو والما من أدعو وأبكيك أمين العذاب فشدتي أمنة البلاء ومدته فلئن سيرتك في العقوبات ما أدائك وجمع بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أهل بوائك
وهب لي سببت على حر نار فكيف أزرع عن النذر كرامتين أم كيف أزرع من نار ورجعي أفوق إلهي أفوق فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا ما زلت إليك بين أنهضتي جلالي ولا أسرخن إليك صراخا مستصرخين ولا أبكين عليك بكاء فاقدين ولا أنادي إنك أين كنت يا يا غاية أمان العارفين يا غزة مستكين يا غياس المستكين يا غياس فریاد کرم من من فریاد آزاد یا حبیب قلوب صادقین و یا اراد العالمین افتراک سبحانک یا الهی و به حمدک تستوفی یا سبت عبد المسلم سجن فیها مخالفتی و ضاقت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يجتمع عليه زفيرها وهل تجعله طافا أم كيف يتلقى القلب بين أتراكها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزر زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منه فتصرخ في دعيات أوطانك فانضمك بل المعروف من فضلك فلا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحصانك فباليقين أكتب لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدين وقضيت به من إقلاد معاندين لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأدبي مكرا ولا مقاما تقدست اسمه أقسمت أن تمنع من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد في المعاندين فأنت جنة فأن قلت مبتدعا وتتولت للإنعام متكرما أفأنت كمن قال فاسقا
كثيرة التي حتى معك أنت وغلب زمن علي أجريت أنت بني في يوم الليلة ما في يوم كل جهل أعلنت كتمت أو أعلنت وأخفيت أو أظهرت وكل سيئة عملت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بالرضا يكون مني ما جعلتهم شهودا علي وكنت أنت الرقيب علي من ورائه والشاهد لما خفي عنه وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأنت أكثر عظيم من كل خير نزلت أو إحسان أو بر نشرت أو عزك بسدت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا ربي مولاي ومولا ومالك ربكي يا من بيده ناصيتي يا أليم بضري ومسكنتي يا خبيرا بفكري وفاقتي يا يا سيدي يا من علي محملي يا من ليس كفاني يا ربي يا ربي يا ربي جواري واشتد على العظمة جواري
وهب لي الجد في خشيته والدوام في الاتصال بخدمتك حتى اصلح اليك في مياتين السابقين واسرع اليك في المبادرين واشتاق الى قربك في المشتاقين وادعو منك ادعو المخلصين وخافك مخافة المنكرين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن اراد لي بسوء فلن ومن دونني فكن واجعلني من احسن ابيتك نصيبا واغفر لي زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدارك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعاي وبلغني قضاي ولا تنس من فضلك رجاي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا حضرت آقا
باسر سلام دزد ست را بس نمان اگر تنها ترین وزا خدایا خدایا سکن سرواز خدایا یم سرشان برک مناری آمد کمر لوٹی وار کر خدایا ایل بیت سنت زنجیری وار کر کر کوپت کو شام گنی پر گنی درواز پر درواز بیر نامان یا سری ار ردا ایک فردبر نای املکو انك فعال لما تشاء يا من اسمك الله وذكره شفاء يا من اسمك الله وذكره شفاء أعوذ بالله من الشيطان اما يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء ويكشف السوء اللهم أجل وليك الفرج اللهم أجل وليك الكرج اللهم أجل وليك الكرج والعافية والناس واجعلنا من أعماره وأنصاره والمستشهد جنا بين يديه اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم اكتبنا من زوار الحسين واجعلنا من الباقين في عذاب یا من اسم دوا و ذکر و شفا و طاعت و گنا ارحم الرسول الرجا و سراح المقا یا سابق النام یا دافع لکم یا نور المستوحشین فی الظلام يا عالم الله يعلم صلى الله محمد وعلى محمد وافعل بما انت تلوم وصلى الله على رسوله والائمه الميامين ومن عزي وسلم تسليما كثيرا 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 اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
I'm gonna make it.